برحب بيك يا فندم معنا، وكل عام وحضرتك بخير وكل اهالي شمال سيناء بخير. بتكلم عن القاسم المشترك، يمكن حضرتك شاهد ايضا كما هذه الارض شاهده على رفض الهزيمه والتحول الى الانتصار، العبور الى الانتصار، وايضا العبور الان الى العمليه التنمويه الكبيره اللي بتشهدها اغلب مدن محافظة شمال سيناء. كلمنا فندم، هذا العيد بيمثل لك ايه كأحد أبطال حرب أكتوبر، وخاصة عدد من المواقف واللي منها الخداع الاستراتيجي بشكل كبير جدا؟ الأول أهلا بيكم في محافظة شمال سيناء، ونشكرك على المقدمة اللي حضرتك قلتها بالنسبة للمحافظة. هي فعلا كل محافظات مصر كلها بالكامل، كل محافظة لها عيد قومي بيبقى تخليد لإنشاء المحافظة أو غيره، إنما محافظة شمال سيناء زي ما بنقول لها 2 عيد قومي. عيد قومي الأولاني اللي هو اللي احنا بنحتفل بيه، وتكون مناسبة سعيدة ان احنا بنحتفل بالذكرى 50 لانتصارات اكتوبر. العيد القومي الثاني وهو عيد 25 ابريل اللي هو عيد تحرير سيناء. نعم. ويعني اهالي سيناء بيبقوا سعداء انهم بيحتفلوا مرتين في السنة بعيد قومي لهم، مرتين في السنة. بالنسبة يعني الكلمة الأخيرة اللي حضرتك قلتها اللي هو الخداع الاستراتيجي، طبعا فخامة السيد رئيس الجمهورية وهو في لقائه اللي قبل الأخير كان اتكلم على الخداع الاستراتيجي وازاي قدرت مصر تنفذه بحرفية. أنا هنا بتكلم برضو على خداع كان ضمن خطة الخداع الاستراتيجي، خطة اللي أنا بعتبر إن هي أدت الغرض بتاعها. في داخل الخداع الاستراتيجي كان هناك خداع تعبوي وتكتيكي. الخداع التعبوي والتكتيكي ده كانت بتقوم به وحدات القوات المسلحة. الخداع الاستراتيجي كان على مستوى الدولة، ووزير خارجية يعلن إنه هيقابل كذا أو يعمل كذا، رئيس جمهورية يعلن عن حاجة، دي كلها على المستويات الكبيرة. أما الخداع اللي كان التعبوي والتكتيكي اللي كان موجود، واللي يعني بالمصادفة وأنت بتتكلم عليها تذكرت إن أنا كنت في أحد في وحدات الصاعقة، وطبعا كان من ضمن بقى خطة الخداع التكتيك التعبوي اللي احنا اللي اتنفذت، انا كنت قاعد في او موجود وحدتي موجودة في منطقة العمرية، وصدرت لنا الاوامر بان احنا في شهر ابريل ان احنا ننتقل الى الزعفرانة. نعم. فطبعا احنا رحنا الزعفرانة وقعدنا اتدربنا بدوريات معينة بأشكال معينة. طبعا ساعتها احنا ضباط صغيرين، وطبعا توقيت إعلان الحرب أو توقيت بدء الحرب طبعا كان سر من الأسرار الكبيرة طبعا، وده أحد وسائل النجاح بتاع حرب أكتوبر. فاتنقلنا في شهر الأول في شهر 10 واتنقلنا، وبعدين قررنا النقلة دي تاني ونروح نقعد شهر في الزعفرانة وبعدين نرد تاني، ثم قررناها تاني في شهر إبريل ورحنا ورجعنا تاني من الزعفرانة للعمرية. وبعدين كانت التحرك الأخير اللي هو كان في شهر أكتوبر، وتحركنا فعلا من مكاننا في العمرية رحنا على الزعفرانة واتدربنا برضو لمدة شهر كده، وبعدين مرة واحدة اتحولت العملية إلى حرب. فده يعني والعدو الإسرائيلي اتعود على ان الوحدات بتنتقل من مكان للتاني، ديت بيعتبرها مناورات، مناورة الخريف ومناورة الربيع، ويعني لم يتخيل لهم الحرب، لم يتخيل ان هي هتكون الحرب طبعا، لان احنا رحنا مرتين والتالتة حصلت فيها الحرب. فطبعا خلاص هو اتعود على ان في شهر 4 وفي شهر 10 بيحصل مناورات وهكذا. ف
فدي بمناسبه ذكرى طبعا اكتوبر لها مع لها يعني حاجات جميله وايام جميله كنا بنقضيها، ولما يعني القاده بتوعنا الكبار، طبعا انا كنت ساعتها ملازم اول لسه، فازاي القاده كانوا بيعدوا ويجهزوا وخلافه، ده كان موضوع تاني له قصص كبيره تانيه ان شاء الله. طبعا حرب اكتوبر بها الكثير من الدروس وكمان القصص اللي بتروى للاجيال، يعني حتى تزيد من الوعي التاريخي بقوه هذا الوطن وايضا انتصار هذا الوطن. الجزء الاخر من العبور اللي بتكلم عنه كمان وحضرتك قاسم مشترك فيه هو العبور الى العمليه التنمويه اللي بتشهدها مدن محافظة شمال سيناء، واحنا بنتكلم عن اغلب المجالات المختلفة، يعني تطرقنا الى المجال الخاص بالمجتمعات التنموية هنا في شمال سيناء، وخاصة لو اتكلمنا عن البيوت البدوية والمنازل اللي بتسلم للاهالي هنا في شمال سيناء، بنتكلم اكتر من 40 منزل بدوي هيسلم لعدد من المواطنين في عدد من المدن. كلمنا عن المجتمعات التنموية هنا يا فندم، وخاصة كمان الجانب الخاص بالزراعة واشراك الاهالي في العملية التنموية. هو طبعا يعني احنا زي ما حضرتك قلت كده بدأ عبور تنموي كامل في شمال سيناء، وزي سيادة الرئيس ما قال في آخر خطاب له انه اتصرف على شمال سيناء مبالغ طائلة بالمليارات. نعم. كل ده عشان نوصل إلى التنمية الحقيقية اللي هي مستهدفة إنها تحدث. أنا طبعا عشان أتكلم على التنمية شق واحد بس من التنمية وهي التنمية الزراعية، إحنا عشان حضرتك قلت في التجمعات التنموية، فعشان كده بنقول التجمعات التنموية عنوان واحد، ولكن العنوان الأشمل هو التنمية الزراعية اللي بتعتمد أساسا. احنا المشكلة الأساسية اللي كانت موجودة في شمال سيناء هي عملية الفقر المائي. الفقر المائي صحيح. الفقر المائي كان طبعا الأبار ما فيش لا ترع ولا غيره، وكانت معتمد أساسا على حاجتين، الأمطار. نعم. وده على الجزء الساحلي، وده ما كانش فيه مشكلة في عملية التنمية بتاعته، لانه كان مياه الامطار بتنزل وهنا الـ يعني الشيء بالشيء يذكر، احنا عندنا هنا الناس اللي موجودين في شمال سيناء اساتذه زراعه، يعني زي ما بنقول كده اذا جاز التعبير ايديهم تتلف في حرير في موضوع الزراعه. صحيح. محترفين زراعة بيستغلوا كل قطرة مياه عشان خاطر يزرعوها. فاحنا عندنا ثلاث مصادر رئيسية للمية، الحمد لله ربنا كرم محافظة شمال سيناء بيها في السنوات الأخيرة. أول مصدر مية وده معروف من فترة وهو ترعة السلام. نعم. ترعة السلام اللي جت ميتها من ترعة الإسماعيلية ودخلت وكانت مياه طبعا مخلوطة واحد إلى واحد، وهذه الترعة لما اتعمل التخطيط بتاعها كان عمل التخطيط عشان خاطر تزرع 275 ألف فدان في منطقة بير العب وفي منطقة شمال سيناء من بير العبد. واحنا ده مصدر للمياه، ده مصدر للمياه وبيروي اللي هو ترعة السلام. نعم. وبيوفر مية عشان تروي 275 ألف فدان. المصدر الثاني اللي طبعا كلنا وكل الناس انا شخصيا وكل الناس كانوا مبهورين به هو محطة معالجة مياه بحر البقر. هذه موسوعة جينيس طبعا 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 طبعا. نعم. وهذه المحطة بتطلع لنا مية معالجة، هي معالجة ثلاثية المية بتاعتها، يعني يتسقى بيها جميع أنواع الأشجار سواء أشجار مثمرة أو أشجار غير مثمرة، ومحطة معالجة مياه بحر البقر بتجيب لنا في اليوم إن شاء الله 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. رقم كبير ساعد بشكل كبير رقم العملية. كبير نتج عنه
ان اخواننا مهندسين الري ومهندسين الزراعه ان تم الاتفاق على ان هذه المياه الخمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب دول ان شاء الله هيزرعوا 351,000 فدان في الاهم بقى في وسط سيناء. وسط سيناء لان وسط سيناء هو المستهدف، ارض تربه، ارض جيده جدا مستويه، يعني كل مقومات الزراعه كانت موجوده فيها عدا ندره المياه اللي كانت موجوده. فاذا وصلنا للجزء الثاني اللي هو محط معالج مياه بحر البقر. الجزء الثالث بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هي التجمعات التنمويه، ودي بتعتمد على مياه الابار. نعم. وهذه وهذه المياه طبعا الفرد المواطن بياخد خمس فدادين وبياخد منزل بدوي يعيش فيه او منزل ريفي يعيش فيه، وده طبعا احنا عندنا 17 تجمع سواء في شمال سيناء او جنوب سيناء. احنا عندنا في شمال سيناء 11 تجمع وفي جنوب سيناء في 6 تجمعات. هذه التجمعات التنمويه بتختلف مساحتها، كل تجمع بتختلف المساحه بتاعته، انما كلها بتتفق في حاجه واحده ان كل مواطن قدم وحصل على هذه الفرصه بيبقى له بيت وخمس فدادين. والمشروع مش هينتهي على كده. السيد الرئيس اعلن واحنا اثناء التخطيط لهذا المشروع ان اللي هيكون جد في زراعته في طبعا الخمس فدادين دي مترفقه، يعني المواطن جميع المرافق بقى شبكة الري والمواسير وكل حاجة، المواطن كل اللي هو هيعمله ان هو الفسيلة هيحطها في للزرع. واحنا بنتكلم عن العملية التنموية اللي بتشهدها مدن محافظة شمال سيناء، يمكن خلال الاحتفاء وايضا الاحتفال بذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيد عندنا اكثر من افتتاح في كل مدينة، ويمكن الافتتاحات بتشمل جميع المناحي، يعني افتتاح عدد من المدارس، الوحدات الصحية، توسعات لمستشفى الشيخ زويد، بئر العبد ايضا افتتاحات هناك سواء الوحدة الصحية كمان الموقف السوق، في كل مدينة هيكون في افتتاحات في كافة المناحي. يعني بتكلم النهاردة مثلا مدينة العريش في عدد من الافتتاحات، منطقة السبيل هيكون فيها المخبز، هيكون برضو بنتكلم عن المسجد، يعني الجوانب بكافة أشكالها متاح فيها التنمية في كافة المدن. كلمنا فندم عن يمكن العريش النهاردة الافتتاحات هتكون فيها. هو طبعا يعني احنا بنحتفل، الاحتفالات مش يوم واحد وبس، يعني فلسفة الاحتفالات اللي احنا بننفذها عندنا في محافظة شمال سيناء احنا بنخصص يوم لكل مدينة. احنا عندنا 6 مدن بنخصص يوم لكل مدينة نعمل فيها الافتتاحات، ولما تبص على الافتتاحات في داخل كل مدينة هتلاقيها افتتاحات متنوعة ولكنها بتتفق وتتطابق على انها افتتاحات خدمية للمواطن. فاحنا النهارده مثل في النهارده احتفالات افتتاحات مدينة العريش. مدينة العريش احنا هنفتتح فيها في منطقة اسمها السبيل، ودي فيها الاسكان التعاوني اللي قامت بانشائه الدولة، وهذه المنطقة ايضا موجود فيها اخواننا اللي هم كانوا موجودين في رفح استعدادا في بصفه مؤقته لغايه اليوم مجتمع كامل. طبعا مدينه رفح الجديده تم انشائها كلها بالكامل وجاهزه على الافتتاح ان شاء الله، فموضوع ما فيهوش هزار. يعني احنا بنفتتح بقى في داخل هذا التجمع مسجد تم انشاؤه لصالح اخواننا اللي موجودين، والمنشا ده والمسجد ده سعته 600 فرد، فحاجه جميله، زائد ان هو فيه سوق تجاري موجود فيه كل الخدمات بما فيها المخبز بما فيها محلات الاكل والشرب وكل المحلات، زائد ان احنا النهارده ان شاء الله هنفتتح انشاء مساكن 10 عمارات اسكان تعاوني سكنية، 10 عمارات اسكان تعاوني في منطقة المساعيد، ثم في منطقة ضاحية السلام 6 عمارات، العمارة 5 ادوار،
كل دور 4 شقق، وايضا في منطقه الريسه، ومنطقه الريسه دي معموله خصيصا لاخواننا بتوع مينا العريش، عشان اللي عايز ياخد شقه جاهزه احنا بانيين هناك 6 عمارات. جميل يا فندم اشراق المواطنين والاهالي كمان، سواء من الجانب السكني، الجانب الخاص كمان بالديني، المساجد كمان، الجانب التعليمي والمجتمعات التنمويه اللي اتكلمنا عنها. سياده اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بشكرك يا فندم على التواجد معنا، وكل عام وحضرتك بخير وكل اهالي شمال سيناء بخير بالذكرى ال50 لحرب اكتوبر المجيد. متشكرين، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير، وخلينا نترحم على الشهداء اللي هم لولاهم ما كنا جلسنا هذه الجلسه.